السلام عليكم. طبعا جاي جول بشارع السعدون حاليا ولاحظت فد شيء غريب، انه شخص متمدد بالشارع. جيت ومثل ما جاي يشوفون شاب مرتب، ملابسه مرتبه، حرامات محمور ومتمدد بالشارع، والناس اللي رايحه وجايه تباوع عليه. يعني والله العظيم انقهرت، يعني شغله تقهر، حرامات يعني انه هيك قاعد يصير بشبابنا. ما اريد اطلع وجهه لان حتى لا اسبب لبعض الاحراجات، واكيد هسه بعض الناس راح يقولون من بدال ما الصوره حاول الصحي. طبعا انا حاولت هواي ويا ما قاعد يصحى، بس اتاني شويه لحد ما احاول انه يصحى. مجرد ما يصحى اغسل له واحاكي وانصحى. يعني والله حرامات، رب العالمين من حرمه يعني ما حرمه اعتباطا، حرمه لان يدري ايش راح يصير بالناس من راح يشربه. مع احترامات يعني الباقي البشر اللي يشرب وما مأذي ولا هذا الشيء وحد، بس هذا يعني